أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد عبد الله حرب. بداية سعيد مساك. الله يسعد مساك. كل الزهر. بداية سيد عبد الله وحضرتك من أصحاب محل ألبان وأجبان البيت الشامي وبالتحديد في عمان. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبد الله عيسى حرب، عمري 24 سنة وطالب في الجامعة الأردنية، وطبعا من أحد أصحاب هذا المحل المتواضع. تعرفنا أكثر كيف دخلت لمجال الألبان والأجبان، كيف أجتكم فكرة إنشاء هذا المشروع؟ هلأ في البداية هي مصلحة العائلة مختصة بالألبان والأجبان، يعني وتوارثناها زي ما تحكي، تورثناها ودام إنه أتقناها ولقمتنا طيبة زي ما بتحكي، قررنا نفتح هذا المحل لنقدم منتجاتنا للناس تكون مميزة عن باقي الناس. نعم، بس عرفنا أكثر عن المنتجات والخدمات اللي عم بيقدمها البيت الشامي. طبعا احنا مركزين أكثر على الألبان والأجبان الشرقية اللي هي خاصة في المجتمع الأردني، الألبان الإنعاج بشكل كامل اللي هي لبن الإنعاج، الجبن الغنم المغلية والمش مغلية، والبقر أيضا، وكله من مشتقات الحليب البقري 100%. نعم. نعم. بس شو برأيك شو سر تميزكم ونجاحكم عن غيركم بهذا المجال؟ هلا سر تميزنا ونجاحنا إنه إحنا بنصنع الألبان والأجبان بالطريقة القديمة، طريقة آبائنا وأجدادنا القديمة اللي تراثية اللي كل البلد بتحبها. من الأشياء اللي بتميزنا أيضا إنه إحنا بنقدم منتجات هي مش موجودة بالسوق بالجودة اللي إحنا بنقدمها، مثل القشطة، القشطة الغنم طبعا هاي شيء جدا نادر، الأشياء الحموية، القطين اللي بزيت الزيتون وما شابه ذلك. نعم، بس شو هي رؤيتكم مستقبل المحل؟ شو حابين تعملوا قدام؟ يعني بإذن الله الخطوة القادمة إنه نتوسع ويصير عندنا بدل الفرع أفرع إن شاء الله في كل عمان. بس بالأصل شو هي أبرز المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتكم بهذا المجال؟ أبرز المشاكل اللي إحنا بنواجهها بهذا المجال هي الكلف العالية والأجور. إحنا مش بأمان، مصالحنا هاي مش بأمان بسبب الملاك. إن شاف يعني إذا شافك بتشتغل راح يرفع عليك الأجار، وإذا ما بتشتغل بحاول قدر الإمكان يطلعك من المحل. فهاي هي المعوقات والمشاكل اللي إحنا بنواجهها. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ سنقول له أول شيء إحنا بنحبه لجلالة سيدنا، الله يديم عليه الصحة والعافية، ونقول له كل الشكر على كل الجهود المبذولة، وإن شاء الله بس يعني يعطونا إحنا الشباب فرصتنا لنلاقي حالنا بهذا الوطن. بس أكيد فيها ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لحتى توصل لهاي المرحلة، فأنت يمكن تحب توجه رسالة شكر على برنامجنا؟ طبعاً كل الشكر لشريكي وحبيبي أخوي الكبير أبو زيد المهندس مهند العرباني، هو اللي من قبل أكثر من 8 سنوات زرع في حب هاي المصلحة وحب المكان بوجوده وعلمني كل شيء بالحياة والحمد لله. نعم، بس كيف ممكن لسبب شديد التواصل مع ألبان وأجبان البيت الشامي؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. موقعنا مرج الحمام، دوار شوابكة باتجاه لظهير 200 متر على إيدك اليمين، وإلنا صفحة على الفيسبوك اسمها ألبان وأجبان البيت الشامي مقابل أسواق مؤتة. إحنا طبعا بنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد عبد الله حرب على استضافته لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لكم، نورت شاشتنا. الله يسعدك. أهلا وسهلا.